أرصيف الطرق ومداخل البيوت عادة ما تتطلب تصاريح وتراخيص ونسب معينة وتحت اشتراطات خاصة لتحديد ذلك. وقد قام فريق برنامج صباح الشارقة بزيارة مسؤول شعبة الانترلوك في دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة الأستاذ أحمد بنياس للتعرف على أسرار وخفايا هذه المهنة. انضميت لدائرة التخطيط المساحة في سنة 2008 وكنت موظف متابعة، فسعدت أني أطور من عمري واجتهد الحمد لله. حالياً صرت رئيس شعبة تحديد انترلوك ودخلت دورات لأوصل لهالمكان يعني. فخلال 9 سنوات اللي فاتت دخلت عديد من الدورات اللي نظمتها الدائرة واستفدت منها، والحمد لله طورت من عمري. حاليا أنا وصلت للهدف اللي كنت أبغاه، وإن شاء الله أسعى أن أطور من عمري أكثر وأكثر في السنوات الجاية. بلاط الانترلوك يحدد نسبيا باستخدام التقنيات الحديثة وأجهزة الحاسوب وقراءة الخرائط، لذا يجب على مزاول هذه المهنة التمتع بمهارات علمية وفكرية لوضع المناسيب والقياسات الصحيحة والتدقيق عليها، والتي توفر على العميل جودة الخدمة. أشوف المعاملات اللي تقدمت عن طريق الأونلاين عن طرف الاستشاري أو المقاول أو المالك، أدقق على المعاملة وشروط الطلب، يعني مثلا الهوية وخارطة الأرض، بناء عليه أعتمد المعاملات. وهي بشكل يومي يعني هي المعاملات تحديد الانترلوك، ما يعطونك شهادة الإنجاز إلا بشهادة تحديد انترلوك. يعني أنت لو عندك مبنى بيت قائم مثلا، المقاول يبي يسلم البيت، هيئة الطرق والمواصلات ما ترفض التسليم إلا بشهادة تحديد انترلوك لأسباب معينة. لأن المعاملة تحديد الانترلوك يعني الغرض من تقديم المعاملة أنك يعني أنت كمالك زين إذا بتنفذ الانترلوك الخارجي بتنفذه بطريقة يعني يمكن أنت تسوي لك متر وجارك يسوي لك مترين، فالمسألة صارت غير منظمة. فأنت بالطريقة هذه لزمت الملاك بالعمل، إن كل يلتزم بالطلب يعني. فحاليا قامت الدائرة إن تطبق نظام إن بتدخل في مرحلة التصميم، يبدأ إن الاستشاري من يسوي تصميم للفيلا يقدم الطلب مع يعني مع التصميم، يكون مرفق مع التصميم. لكل مهنة هناك تحديات وعقبات، ولكن بعض المؤسسات والدوائر الحكومية استطاعت التغلب عليها لتسهيل الخدمات على الموظفين والعملاء. الصعوبات اللي كنت أواجهها أنا قبل هي رسم المعاملة. حاليا قامت الدائرة أن نعتمد المعاملات عن طريق البرنامج GIS، فالعملية صارت أسرع وأسهل، وأن تنجز المعاملة بطريقة أسرع يعني. فهذه الصعوبات اللي كنت أواجهها في الفترة السابقة، أما حاليا الوضع صار أسرع وأفضل من السابق يعني. فحاليا الحمد لله حتى نحن نسعى في المرحلة الثانية أن المعاملة تتقدم عن طريق الأونلاين، من يدخل العميل يحصله في خلال 5 دقائق. هذا الفكرة اللي كنت تطرحها الدائرة يعني. فإن شاء الله في الفترة الجاية راح تكون المعاملة من تتقدم في خلال 5 دقائق أنها هي تنجز يعني. نصيحتي للمشاهدين، الإنسان لازم يبدع في مهنته ويطور من ذاته يعني، ما يوقف عن حد معين، ويتذكر دائما أن التوفيق عند رب العالمين، والدولة ما قصرت علينا بشيء، فلازم نرد جميل الدولة يعني. مهن تتعلق بالتخطيط والأراضي والمساحات الهندسية دائما ما تكون مميزة وممتعة، فلا يقام مبنى أو منشأ جديد إلا وقد خضع بموافقة ومراقبة دقيقة حول تفاصيله. فدولتنا دائما تسعى بتطوير خدمات مؤسساتها والتعاون في إرضاء عملاء هذه المؤسسات.